دشن في العاصمة المؤقتة عدن مشروع الوصول إلى التعليم في الريف بمساهمة ثنائية من برنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية، ويهدف المشروع إلى حصول 150 فتاة على شهادة دبلوم المعلمين في عدد من المناطق الريفية، بما يسهم في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف والحد من نسبة الأمية بين الفتيات. وفي التدشين أكد وكيل وزارتي التربية والتعليم لقطاع التدريب الدكتور زيد القحطاني والشؤون الاجتماعية القطاع الرعاية صالح محمود، أكد أهمية المشروع وأثره في رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم سيما في مناطق الريف. من جانبه أوضح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الأحج عوض الصلاحي بأن التعليم يعد حجر زاوية للنهوض بالمجتمع وبناء الأجيال، مجددا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم مثل هذه المشاريع التربوية لتعزيز دور التعليم في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. إلى ذلك أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد المدخلي أن مشروع الوصول يأتي ضمن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية البالغة 129 مشروعا موزعة على 8 قطاعات أساسية وحيوية. بالنسبة لمشروع وصول التعليم إلى الريف، وتعد من المشاريع المهمة لوزارة التربية والتعليم الذي يحد من قضية تسرب الطالبات في المحافظات المستهدفة من المشروع، إضافة إلى تأهيل مجموعة من المعلمات اللي قمنا بقضية التدريس في المدارس المعنية بتدريس هؤلاء الفتيات. تدشينا مع زملائنا في مؤسسة العون للتنمية في مشروع وصول المعلمات للريف، وإن شاء الله في هذا المشروع نعمل على تأهيل 150 فتاة في المناطق الريفية بحيث يغطون احتياج التحدي اللي هو أمامنا في تسرب الفتيات من التعليم في هذه المناطق. تأتي أهمية هذا المشروع في كونه ينقل التعليم إلى الريف، التعليم العالي إلى الريف، فيتيح فرصة للطالبات أنهم يلتحقن بالدبلوم ويكملن تعليمهم ما بعد الثانوية في المناطق الريفية. طبعا المشروع هذا يستهدف 150 طالبة في أربع محافظات في خمس مديريات، هي محافظة المهرة وحضرموت وشبوة ولحج.